السلام عليكم. شو بيدي زاد كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا، نترحموا على شهداء واجب الوطني الجزائري، شهداء اللي سقطوا في الحادثة تاع الطائرة، وهم حماة الوطن من أخير ما أنجبت الجزائر، من أخير أبناء الجزائر. احنا نترحموا عليهم ونبقاو نبدا نترحموا عليهم، خاطش علاه مازال الناس ما اندفنتش. كاين شهداء اللي ماتوا في الحادثه تاع الطائره مازال ما اندفنوش، منهم فاميلتي يسكن هنا في عين تادس، مازال ما جابوش، مازال ما اندفنش. على ذيك نترحموا عليهم. مالا الناس هذو اللي كيما نقولوا، ونوجهوا رساله ديريكت لزاتشي والنائب تاعو الاول، النائب تاعو الثاني منهم هذا حداد، وزيد ود الزميلي، وزيد كاع المجموعه اللي معاه، والناس اللي معاه، والناس اللي تسانت فيه، والناس اللي شوفوا في هذا زاتشي باللي راه يخدم. حنا زاتشي ما احترمتش شهداء، ما احترمتش الاهل تاع الشهداء، ما احترمتش الشعب الجزائري، ما احترمتش المؤسسه العسكريه، ما احترمتش الوطن، ما احترمتش العالم، ما احترمتش. احنا اللي ما يحترمش هذا الصوالح وما يحش بالشعب الجزائري، ما يحش بالجمرة، نقول لك من ضروك بيك بجماعتك ما عندكش بلاصة معانا. زاتشي انت وجماعتك ما كاش بلاصة معانا، الله غالب بلاصة ما كاش، الناس قاعدة مريحة والناس هي واقفة، انت ما تطيقش تركب في الكار اللي احنا فيه، ما تطيقش تركب في الكار اللي احنا خدت على ما تحش. مشي مجروح، هذوك الناس قالوا في ماكلي معاك مشي مجرحة، اللي كان في قطر، اللي كان في انجليز، اللي كان بادجيت نورمال، مشي مجرحة، مشي مجرحة كيما حنايا. الناس مجرحة، الناس تبكي، تروح تنظم مقابلة وديرها تلفزيون وتباغي تزيد تقتل الناس، انت كريمينال، تما انت كريمينال، انت كريمينال سي محمد، راك كريمينال تايا، انت من اجل بيلون تاعك باش تفوت ورقة ولا زوج، ولا تفوت شهر ولا شهرين تاع دراهم، تفوت مليار ولا زوج، لازم يموتوا 80 بنادم. اش تبي دير بالدراهم؟ اش تبي دير بالمنصب؟ ضمير ما عندكش، ضمير ما عندكمش، ضمير انتوما اللي راكم اللي قلتوا بلي هذه المقابلة تلعب، ما عندكمش ضمير، ما عندكمش ضمير، ما عندكمش. عيفتونا الفوتبال والله العظيم، انا بقول بلي بروغرام تاع لوروب كنت قاعد به في راسي، ما عمل الريال، ما عمل تلعب، شكون اللي غادي يجي؟ انا بقول بلي عيفتونا الفوتبال عرفناه، انا بقول بلي استغفر الله يا ربي، شنو نقول لكم؟ حنا الله يجعل ربي وكيلكم، عادي نقول لكم ربي وكيلكم، خاطش علاه جيبها من العام اللي فات، من جونفي، من ذاك هذاك القناة تاع ذاك فيسا، وهذوك الهداف بوحنيكا بالشيخ، هذو الناس هذو هما مساهمين في هذه المأساة. والله العظيم رغم ربي راهي قناة، أنا نعطيها للشعب الجزائري، قناة تاع الهداف راهي كيما يقول لك راهي في إفلاس، راهي في طريق الإفلاس، ما عندها إشارات، ما عندها والو، خطرة يخلصوا، خطرة يخلصوا، خطرة ما يخلصوش، خطرة الناس تخلص، خطرة الناس ما تخلص، على بالي بكلش، أنا على بالي كاع في الهدف كيصاريه، ما عندكم لا إشارات، ما عندكم والو، خاطش علاه راكم في طريق الإفلاس، عيب، قالت لكم يديك تاع البنة في الكوزينة، عيب عليكم، أموال مكاش على بالنا، بصح شو وين وصلتوا؟ صح هذه شتي لا؟ هذه اللي تديكم، هذه ديتكم هذا الطريق، هذه شتيها شكون؟ افكار تاعكم، ناس عافوكم، ما عندكمش ضمير نتوما سي محمد، عبيك بلي ما عندكمش ضمير، ما عندكمش، ما عندك دروك تنظم مقابله، هذه هي النتائج اصلاحات تاع زاتشي، هذا هو هذه هي النتيجه تاع الاصلاح تاع زاتشي، والبرنامج تاعو الهاوي، ما عندوش برنامج، هما جاو كذبوا على الشعب. واحد كيما ماجر، نقولها لك ماجر، علاه نقولها لك؟ انا مانيش نعاير فيك، نقول لك يا ماجر انت كنت تكذب علينا، صح كنت تكذب علينا، وين هذا المشروع تاعك؟ عطينا المشروع تاعك، عطيناك في عام ما درتوش ولا خطوه ايجابيه، خطوه نقطه ايجابيه ما كاش،
ما درتوهاش، عطونا يعطونا سبحان الله، ورونا هذه النقطه اللي درتوها ايجابيه وين راهي. الوقت طيحتونا نيوفاتنا مع المغاربه، طيحتونا نيوفاتنا مع المغاربه. قناه تاع الهداف بالشيخ قال لهم السيد لقجع، وهذه نورمالمون مطلوب من الدوله الجزائريه تحاسب هذا الانسان على الكلمه تاع السيد لقجع، وما تنطالب باللومي. الا عندك بذره تاع جوليه، بذره صغيره تاع سبحان الله تاع مع السكري، صح مع السكري تاع الامير عبد القادر، فيك نقطه تاع الامير عبد القادر، على بالنا بلي عاطيني 15 مليون، انا على بالي بلي عاطيني 15 مليون على الوالديها. عيش سبحان الله، اسمك هو اللي يعيشك، اسمك هو اللي يدمرك، وانت دبر راسك. هاي عندك، هاي عندك تدبر راسك، خاطر هذا تاريخ ينكتب، هذا تاريخ. شو حنايا كي نبداو كي نتكلموا على زاتشي، هذا زاتشي من نهار اللي جا، من نهار اللي الهادي ود علي جابه حطه، ميم كيما يقول لك في البوط اللي داروه، بوط غير شرعي غير قانوني، ود علي دار كل شيء من اجل ابعاد السيد الحاج محمد راوراوا على الساحه الرياضيه. خاطش علاه؟ السي الحاج محمد راوراوا ما كانش مكوبري غير الرياضه، غير كره القدم. السي الحاج محمد راوراوا كان مكوبري كاع الرياضات، السي الحاج كان مكوبري كاع الرياضات. السي الحاج واخر رياضه شو وين وارد، لا كاراتي لا منا لا من اللي ما كان والو، حتى خرجت علينا وحده ما عاد كاع من خرجت من الغرقه من العصر الجاهلي، قالت لهم تاع ذوي الاحتياجات ما جابوا والو الجزائر. انت شاجبتي، انت جبتي الفساد، انت تحكمي في راجلك. لو كان جا عندك راجل صح واقف وارقز ما تبانيش وتهدري، الهضره تاعك عوره، الهضره تاعك عوره. انت كيما هكاك حرام، انت كيما هكاك حرام عليك. شو من وصلتونا تيوا؟ وهذا زاتشي نتمنى ان شاء الله، هذا زاتشي ان شاء الله بربي المستوى اللي يظهر به المستوى الضعيف، وشنا كيفاش مستوى زاد، مستوى تاع حكام ضعيف، شنا التسيير تاع الاتحاديه ضعيفه جدا جدا جدا، شنا بزاف ناس كيما يقول لك اصحاب زاتشي، اصحاب هذاك سعداوي اللي عنده الشيشه اللي ويمال فماك. الاتحاديه يا الشعب الجزائري ويا رياضيين ويا كيما يقول لك يا رؤساء الانديه، ما تروحوش الاتحاديه، ما تروحوش تاع دالي ابراهيم، روحوا للشيشه عند سعداوي، فماك كلش ينقضى، فماك كلش لي بارتي، كلش كاين، كلش كاين في ديك الشيشه، كلش كاين. انا راني نتكلم خاطر انا روحت ديك البلاصه وشتها وقعدت وشتها ثلاث ايام على طريق، وانا نروح نشوف بعيني، شت بعيني، شت وقعد مع واحد، وهذا شكون هذا؟ اربيت هذا، بريزيدون هذا، فيس بريزيدون هذا، شكون هذا؟ شكون هذا؟ لعاب هذا منا، هذا لعاب بيبي بي جا باش يبيعو شت. فماك ناس يعجرم ذاك القرد اللي معمر شعر، بزاف شتهم فماك، شتو فما كي ينيغوسو، اللي خاصو اربيت، اللي خاصو لعاب، اللي خاصو منا، اللي خاصو من كيما الضربه تاع المقابله تاع بات نتاجنات، ناس يعجرم داخله فيها، ناس يعجرم داخله في ديك لافير، دايا دراهم هي اللي باغيه تقلب المقابله، ناس يعجرم. ها تشوف كيفاش حنا نجيبو لكم اخبار، نجيبو لكم ادله بلي هاد الناس كانوا يجوا في التلفزيون، كانوا يجوا يحوسوا يبعدوا ناس جزائر، ناس مخلصين لهذا الوطن، مخلصين لهذا باش يخدموا الرياضه الجزائريه، وهما باش يخدموا باش يخونوا الدراهم. كما قال لك احنا رياضه، الناس كانوا حاكمين المنظومه تاع كره الرياضه هوايه، بصح الناس راهم دايرينها ريجيست كوميرس، مصدر رزق. الناس اللي مع زاتشي وزاتشي راهم دايرينه مصدر رزق، ونعطوكم فانيك
زرقان، زرقان ولد زرقان اللي يلعب في بارادو. حنا كيما يقول لك زتي رئيس اتحاديه، رئيس اتحاديه عيب باش تخدم ماناجر. اما لا رئيس اتحاديه راهو ماناجر، هو اللي غادي يدي ولد عقل وليا غادي يدي ولد زرقان لواحد الفريق في المانيا يلعب ثروازيام ديفيزيون، يلعبوا في الكاتيجوري، يلعبوا يلعبوا تعامل ويعاودوا يطلعوا فانيك. شكون راه يخدم بهم؟ راه هو راه بالاسم الاتحاديه الجزائريه راه يديهم، راه يدير لهم لاعب دولي ويده يرسله للالمان، راه يدير، راه يدير لاعبين دوليين تاع ايفا ايفاتيا راه غي ايكاشي ويدي يرسل، وراه يديهم باسم باسم الفريق الوطني الجزائري سي معمر في الالمان باش تديه تيكون لاعب دولي. بصح باش يديه يديه بلا ليسونس تاع الفريق الوطني الجزائري، ماشي لا ليسونس تاع بارادو، يدي قد ما يدخله من بعد يولي تاع بارادو. شكون اللي يخلص؟ رئيس اتحاديه. شكون رئيس اتحاديه؟ زاتشي. زاتشي راه ماناجر تاع الفريق تاعه، باش الناس وراه لاهيه، الناس وراه تشوف الناس. حنا رانا نهضروا ان شاء الله بربي نكونوا وصلنا كلمه ولا صغيره، كلمه صغيره ولا حرف واحد نوصلوه لهذا كيما يقول لك مسؤولين كبار، ونتمنوا ان شاء الله لو 23 ان شاء الله هذا زاتشي يكون عنده الجرأه ويكون راجل ويقول مالكو انا ما طقتش، انا مشي تاع الصوالح، انا مش تاع الصوالح. هذه هي ان شاء الله بربي يكون راجل، كون راجل ماجر، كون راجل، خاطر على هذو الصوالح كبار عليكم، هذو الصوالح كبار عليكم ان شاء الله بربي. وخر خلي الرجال يجوا يخدموا، رجال الناس اللي تعرفوا، الناس اللي يعرفوهم ولا عرفوهم وكلش. هذه هي، وتحيه الجزائر، صحيتو.